ما احناش مش نبعد وباش على الفن التشكيلي، مش نقعدوا في مسرحيه تحكي على الفن التشكيلي، وهي مش تكون مسرحيه ريفيون بتاع سنه في المسرح البلدي عاده من اللي تعمل المسرح تونس العاصمه، مسرحيه ار او فن تمثيل مجموعه من كبار الممثلين في تونس واخراج الممثل ايضا والمخرج محمد كوكا اللي معنا حاضر هذا الصباح. مرحبا بك سي محمد، اهلا وسهلا. مرحبا. المسرحيه هذه مش تواصل عاده قديمه برشا في المسرح البلدي وعندها روادها وعندها ناس اللي يستناو فيها مره في العام، نختموا عام نبداو عام بمسرحيه بالفن الجميل الفن الرابع. سناء جاء دوركم باش بالمسرحيه هذه اللي حكينا عليها خلال الموسم الثقافي كامل 2007 باش تكون هي مسرحيه السنه. قبل كل شيء لو كان ذكرنا بالمسرحيه هذه وباجواها قبل ما ندخلوا في هالعاده الجميله هذه. هي المسرحيه المنطلق نتاعها هي لوحة ذاتية والمنطلق واقعي، لأنه ثم كان مصور رسام كبير اسمه ماليفيتش عمل مربع أبيض مشهور لو كاري بلون دو ماليفيتش. تلميذه عرفته ياسمين أريزا، تلميذه فرنساوي ويصور لوحات زيتية من الأبيض، لأنه شكون ينجم يقول شنو اللون الأبيض؟ معناها ثم لي نيونس نتاع الأبيض، قعد هو في هك الفكرة هذيك. ومن المنطلق هذا ياسمين أريزا عندها أصدقاء نتاعها اللي هما ثلاثة ممثلين كبار أرديتي والاثنين الاخرين توا ما استحضرهمش. كتبت المسرحيه هذه لاصدقائها سور مزور على قياسه سور مزور، لكن من 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 الشيء هذا كونت معناها حكايه اللي هي تهم الناس الكل، كونيه الصداقه شنو هي العشره، كيفاش الاصدقاء معناها يراو ويمثلوا على بعضهم، وشكلت مسرحيه فكاهيه خارقه للعاده، معناها هي تجمع بين العشره بين الناس، الثقافه، المجتمع، وكله معناها في لغه سلسه فينو رقيقه تخليها كما قلت لك معناها تهم المتفرجين الشرايح الكل. المسرحيه هذه تعرضت تقريبا في 20,000 عرض في جميع انحاء العالم، من بين الثلاثي التونسي اللي هما محمد كوكا، هشام رستم، ورؤوف بن يغلان اللي يمثلوا هالثلاثة أصدقاء الفيرسيون تونيزيان النسخة التونسية، واللي كما قلت كانت في انطلاق الموسم الثقافي هذايا وتواصل في سلسلة من العروض. أنا حضرت لها في واحدة من العروض والمسرح كان مليان، كان ثم معناتها لقاء حميم بينكم وبين الناس اللي موجودين، حتى الديكور جميل جدا، فيه خدمة فينو برشا، فيه هكا ديتاي هكا سبتيل برشا، فيه حوايج هكا تتحرك. هالمسرحية هذه مش تكون كما قلنا مواصلة العادة من عادات المسرح البلدي. العادة هذه تقول أنه كل نهار 31 ديسمبر من كل سنة المسرح البلدي يعرض مسرحية باللغة الفرنسية. هذا من عام من اللي فتح المسرح البلدي أبوابه، معناها من عام 1902 في القرن الفايت، وثم برمجة المسرحيات باللغة الفرنسية تواصلت بعد استقلال حتى السنوات الأخيرة لتوا أنه نقدموا في المسرح البلدي مسرحيات باللغة الفرنسية. وتات أنه عمناول قدمنا مسرحية تونسية وسناء مسرحية إنتاج تونسي. أولا الممثلين معناها هما عاشوا في فرنسا متاع في مسرحية فن معناها، والمتكونين على النمط المسرحي الفرنساوي السادة فرانسيس، ولو أنه كما تعرف نمثلوا بالعربية. ثم الحاجة الأخرى أنه أنت في الحقيقة تتكلف بأموال باهظة وقت اللي نستوردوا مسرحية، تصور أنت على الأقل ثلاثة أربعة خمسة ممثلين على الأقل، هذوما بخلاف الكاش شيء تخلص تسكر الطياره توا وتخلص الوتيل وانت تتصور البرميل نتاع الغاز الباريل دو بترول بقداش، تتصور بقداش المسرحيه هذه تتكلف، معناها التذكره نتاع تتكلف على بلديه تونس 100 دينار التذكره في وقت هي معناها تقترح على الجمهور 25 30 دينار، معناها شفت الفارق نتاع ما نحن نقولوا الباهظ هذاك. عاد قلنا
ربما حاجة وحويجة. أولا نشجع الإنتاج التونسي الممثل التونسي، خاصة أنهم محترفين ومتمكنين وأن المسرحية هذه ناجحة، ثم نخليه شوية أورو عندنا في تونس خير من اللي نصدرهم للخارج. المسرحية هذه نذكروا أنها مش تم عرضها كما قلنا 31 ديسمبر انطلاقا من التاسعة ليلا 31 جويلية، نتمناو انه معناها الجمهور يجينا باش يسهر معانا وتشجيع. واحنا نشوفوا في بعض اللقطات من الديكور الجميل نتاع المسرحيه هذيا، ولو انه بسيط في ظاهر ولكن فيه تغيرات وتقلبات كبيره. طبعًا انا ما نفضحش اكثر، نخليكم تتفرجوا في المسرحيه وتشوفوها. المهم في المسرحيه هذه اولا هو النهار نتاعها، العرض نهار 31 ديسمبر، معناتها نهار هكا يعطيكم فرصه باش تلقاو حاجه مختلفه على السهريات العاديه. وثانيا انه بعد المسرحيه العاده اقتضت انه يكون ثم حفل صغير هكا يتلموا فيه الممثلين ويجموا يحكيوا مع مختلف الناس اللي يزوروهم. انا نتمنى لك عام سعيد بالمسبق سي محمد، من خلالك لثلاثي ارت نستناو في النسخه التونسيه اللي وعدتونا بها. صحيح، خلال 2008 يا رب تشوف النور. وكل عادة نواصل لقانا بعد شوية مع فنون أخرى تكتشفوها بعد الأخبار.